المفاجأة كمان يا جماعة إن في اهتمام كان كبير في جنوب أفريقيا، كان في اهتمام كبير جدا في جنوب أفريقيا بالمباراة، وده نقطة تحول كبيرة. النهاردة بيقول لك كان في متابعة كبيرة، زي ما قالت لنا وكالات الأنباء إن كان في متابعة كبيرة في جنوب أفريقيا بهذه المباراة، وكان في يعني زي ما بيقولوا كده اهتمام واسع وكبير بمتابعة هذه المباراة في جنوب أفريقيا. وإن كمان خليني أنفرد معاكم إن رئيس سان داونز هنأ موسيماني عقب المباراة مباشرة بالفوز على الوداد 2-0، وكمان لعيبة سان داونز أو عدد كبير من لعيبة سان داونز كلم موسيماني بعد المباراة. يعني خليني أقول لكم دلوقتي لسه جاي لي من بعض الأصدقاء ليا يا عبد الناصر، رئيس سان داونز كلم موسيماني وهناه على هذا الفوز الكبير، وكمان عدد كبير من اللاعبين. انتوا عارفين موسيماني كان وما زال علاقته قوية بعدد كبير من لاعبي سان داونز، لعيبة كتيرة كلمته وهنته. كمان أول تليفون جن موسيماني كان من زوجته وأولاده في أول انتصار إفريقي وقاري اعتبرته أسرة موسيماني انتصار من العيار الثقيل. عجبني جدا يوميات محمود ورشة بيقول لك صنايعي، راجل صنايعي. أرجع تاني وأقول إن موسيماني تلقى مكالمة هاتفية من رئيس نادي سان داونز هنأه فيها بالفوز على الوداد 2-0. كمان عدد كبير من لاعبي سان داونز كلموا موسيماني وهنأوه بالفوز. أسرة موسيماني كانوا أول من تحدث معهم بعد المباراة زوجته وأولاده، وزوجته كانت سعيدة جدا، هي زوجته ومديرة أعماله كانت سعيدة جدا بهذا الفوز، وأسرته اعتبرت هذه الفوز زي ما قالت زوجته نقلة نوعية في مستقبل موسيماني التدريبي. دي أول تجربة حقيقية لموسيماني، وإنه يطلع منها بأمان وسلام ويحقق هذا الفوز بهذا الشكل الكبير، أعتقد يعني من حقه إنه يفرح. أرجع تاني وأقول لكم الخبر اللي جاني، أعتقد إن مفيش حد تناوله حتى قناة الأهلي حتى الآن. رئيس سان داونز يهنئ موسيماني بالفوز 2-0 على الوداد. الزمايل بعت لي بيقولوا لي كمان المواقع الجنوب أفريقية أفردت مساحات كبيرة جدا 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 لهذا الفوز، واهتمام كبير بموسيماني على المستوى الشخصي. ده شيء مهم بس للغاية كان لازم أقول لكم عليه.